الإخوان، السلام عليكم. معكم الأستاذ يوسف، انجينير اون سيستم دافورماسيون من الجروب انتيك ليرنير. شكرا موصول الإخوان أستاذ رضا والأخت حفصة. أستاذ رضا في الدورة ديالو ديال ريزو وسيسكو، والأخت حفصة في الدورة ديال بيتون. النهار الاخوان فاش عطوا لي المبادره، فكنت كنفكر مزيان شنو ممكن لي نعطي للناس، فكانت اطروحات كثيره ومدورات كثيرين طلعت قال، فبقيت كنحاول نختار نشوف شكون اللي ممكن لي نفيد به الناس اكثر. فبحكم الديفلوبمون والتخصص ديالي والخبره ديالي في مجال ديال الديفلوبمون، فرتأيت انا نعطي المجال ولا لي موديول اللي انا كنخدم بهم بزاف، لي لونغاج اللي كنخدم بهم بزاف واللي نقدر الناس يستافدوا مني. فهاد الحلقه الاولى فهي مجرد مقدمه عامه انتروداكسيون جينيرال او ديفلوبمون. السؤال الاول اللي كيتطرح هو علاش ديفلوبمون او كوالو ديفلوبمون. فكاين بزاف ديال الاخوان كل واحد عنده اجابه، كاين اللي كيقول لك طلبها في السوق، كاين اللي كيقول لك رونطابل فيها فلوس، كاين اللي كيقول لك الوقت، كاين اللي كيقول لك تطور التكنولوجيا وداك الشيء. فهاد الشيء على كله صحيح، وانا غنزيد واحد الحاجه. السؤال من الجواب بالنسبه لي فهو بسيط، اول حاجه لان هذا ديفلوبر وهذا ديفلوبر وهذا ديفلوبر. سي فري كو هما ولاو دابا دي بيزنس مان او ستيف جوبز توفى، مي في البدايه ديالهم كانوا ديفلوبر اي بلوس كو سا، فهما كاملين بداو في كراج. دونك بدايات باش عرفوا ان البدايات كتكون صعيبه في الاول وانما في الاخير، فالحمد لله كتبقى الامور كتزيد دقه بدقه. كنقول حنا نقطه بنقطه كيحمل الواد، لي زوروبيان كيسميوها لا بول دو نيج، كره الثلج. باش تكون بحال هادو وصعيب؟ نعم صعيب، كونوا صراحة. واش مستحيل؟ لا ماشي مستحيل. كنتمنوا ان يقوم واحد المجموعة من الشباب العربي والمغربي يكونوا بحال هادو، وماشي يكون بحال هادو، بغيناهم يفوتوا هادو، بغيناهم يفوتوا هادو. ما صعيبش، ما مستحيل صعيب، وليني ما مستحيلش، فكيخصها شوية الاجتهاد. وانما باش نوصلوا لهاد المستويات الاخوان طريق طويله طويله، تخيلوا شي طريقه غادي 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 غادي، فطريق طويله فطويله بالنسبه للناس اللي غادي يبداو ازيرو. وانما كاين الناس سبحان الله اللي عندهم موهبه فكيختصروا المسافات. الصراحه هي هذه، حنا شفنا مجموعه ديال لي زيتوديون اللي تبارك الله عليهم في وقت وجيز فوصلوا واحد المستويات كبيره جدا جدا. فهي الامور كتعلق بجوج الحوايج، الموهبه اللي كان عندك انت باغي الدومين وباغي تخدم فيه وباغي دير وباغي تبدا، وكاين حاجه الثانيه هي الاجتهاد وضروري شويه التسهير الليالي وشويه ديال التمارين. دي مساله مفروغ منها، ما كاينش شي حاجه بلا اجتهاد. لي موديل اللي غنقري انا يعني الدورات اللي غادي نحاول نقدم، فكان عندي اختيار كبير والمجال مفتوح في الاخوان، الا اقترحتوا اي دوره في اي حاجه فيمكن لي نقدمها، ما كاينش مشكل. انما انا اختاريت باش نبداو حاليا واحد المجموعه ديال لي موديل. هاد الدورات دابا اختاريت، اول حاجه كانت طبيعي جام تكون بالجافا، وموراها دار ندير جافا ويد ولي نوفو تيليجات، حيت جافا ويد كانت ثوره في عالم جافا، كانت سورتو لا بروغراماسيون فونكسيونيل، بقات الناس كتخدم بلي بوكل فور وايل وداكشي، فولاو لي ستريم وداكشي، وبالتالي جافا ويد فهي قفزه نوعيه في جافا. وغنشوفو لي فريم ورك ديال جافا، لي فريم ورك ديال جافا كتيرين، ايبرنايت، سكالا، جروفي، واهمهم اهمهم سي لو توب دو توب هاد سبرينغ اللي عندكم الاخوان هنا. هاد سبرينغ هذا اللي انا تري دوموندي في لو مارشي اكطويلمون، ولانه حقق شي حاجه رائعه جدا. بحال ايش؟ كانت واحد الوقيته الناس ديال الويب كانوا كيخدموا بجافا سكريبت، كانوا كيخدموا بجافا سكريبت. نهار اللي جات جي كويري تخلاو على مجموعه ديال لي فونكسيون بجافا سكريبت، كنتي كتخدم بلو لونغاج بيور ديال جافا سكريبت. فاش جات جي كويري جابت لك دي فونكسيون بري ا يوتيليزي،
دونك ما بقيتيش كدير التمارين بيديك وليت كتستخدم الجيكوري ديريكتومون. الناس بزاف تاع المشاكل فسبرينغ مشى من هاد الجانب. قد جافا سي لو لونغاج الناتيف ولينا هو جاب دي فونكسيون ومجموعه تاع الحوايج كتسهل الخدمه على ليتيليزاتور ولا على الديفلوبر. وهذا الحل لجميع لي فريم ورك. فكل فريم ورك كيحاول يغطي جانب حيت اللونغاج كيبقى لونغاج بازيك ولكن الاجتهادات كتبقى في الفريم ورك باش نكون واقعيين. فممكن غدا وغدا شباب عربي نشوفهم يديروا شي فريم ورك ديال جافا ولا ديال جافا سكريبت ولا شي حاجه اللي يغطي شي جانب من الجوانب اللي جافا ما كوفراتهمش تو سامبلومون. دونك سبرينغ غادي نشوفوا فيه لانفيرسيون دو كونترول لانجيكسيون دي ديبوندونس غنشوفوا سبرينغ داتا نشوفوا ان في سي ويب ان في سي غنشوفوا سبرينغ سيكوريتي. ففيه الهضره كثيره الله يوفقنا وان شاء الله باش نكملوا الدورات كاملين. الدوره الرابعه هي ديال لوندرويد. تو الموند كيعرف بان الان لوندرويد كتسح كل شيء. كاين في لي تيليفون سمارت ما كاينش اللي ما عندوش تيليفون سمارت كاين في التلفازات لوندرويد ولا في الريسبتور ولا في كل بلاصه. دونك لوندرويد سي لافوني اللي بغيت تقول الا تعلمتي هادو فنعطيك من هنا 21 عام غتبقى طوب في الطوب في المارشي. هادو من هنا 20 عام بلاصتك مضمونه فما تلقاش اشكال. وهادشي علاش قطعت انا نبدا بهم. انما الاخوان اللي كانت عندهم شي اقتراحات في شي فريم ورك واحد اخر ولا شي لونغاج واحد اخر ولا ف المجال مفتوح ما كاين حتى شي مشكل. انما باش حنا غنجتهدوا وغنجتهدوا خصنا لايك 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 خصنا بزاف ديال لايك لي لايك الاخوان. ما عرفتش ماشي بالنسبه ليا شي حاجه وانما سي تان سين سي تان سامبول كتضامنوا به معنا. فملي كدير تبارطاجي كدير لايك ولا وكتانفيتي لي زامي ديالك فبالنسبه لي تشجيع تشجيع ليا. لان الا جيت دابا انا درت فيديو بقيت كنهضر على راسي البارح نعست فقت درني راسي نكون كنخربق ولي فيو ما غيكونوش بزاف. ولكن الا درت فيديو انستركتيف كيقري كيفيد عباد الله كيوريهم شي حاجه والعدد اللي فيو كيكبر وعدد المتابعات واللي لايك كيكبر فانا كنتشجع. فملي كنشوف هذاك لو فيدباك ديال لي زيتيليزاتور ويب الناس كدير جيم الناس كدير كومونتير الناس كتسول شي حاجه فانا هذا كيشجعني. دونك هذاك الشيء اللي كندير انا مفيد بالنسبه ليا. داك الشيء باش ولاو لي شي فرق عندهم ان سونس في الويب. ف بلوس دو فيو بلوس دو لايك بلوس دو بارتاج فبالنسبه ليا سي ان سوكسي لانه كيدل على ان هذيك الدوره مهمه والناس كيستافدوا منها. كل ما كانوا لي لايك بزاف كل ما كانوا لي بارتاج بزاف كل ما كانوا لي في بزاف هذا يعني ان الدوره مهمه والناس كتستافد. كل ما كانوا قلالين فكنعرف راسي راني ما كنقول شي حاجه مهمه اولا ما قدرتش نوصل المعلومه كما انا باغي نوصلها. فمهمه جدا التعاون ديالكم معنا. هاكي اون سارس حنا لما متوجهين هاد الدورات مو ما نتكلم انا على الدورات اللي غنقدم انا شكون اللي متوجه ليهم. كاين ثلاثه ديال الطبقات. كاين الاخوان كاين الاخوان اللي ما عمرهم قراو ديفلوبمون ولا قارين شي شويه ديال الديفلوبمون فقط. هذوك الناس المقتولين هذوك غادي نبداو بهم ان شاء الله لاننا غنبداو بنيفو بازيك. يعني واخا عمرك ما قريتي جافا مرحبا اجي جلس حدايا. قريتي لوندرويد عمرك ما سمعتي بلوندرويد اجي اخويا جلس حدايا. سبرينغ سمعتي عليه شي حاجه عمرك ما سمعتي دوز حدايا. بغيت هذوك الناس اللي عمرهم ما شافوا داكشي كيبان لهم داكشي بحال لا ماجي اي وحده غادي نبداو دقه دقه ان شاء الله كلنا غادي نوليو نفهموا. هذه لا كاتيجوري الاولى. لا كاتيجوري الثانيه الناس اللي كانوا ديجا داروا دي فورماسيون في ليستيا ولا في لي زيكول بريفي وباغيين يعمقوا المعارف ديالهم. والطبقه الثالثه فهي الناس اللي هما اصلا افونسي وباغي يقراو لي فريم ورك. واخا كيكون افونسي لي فريم ورك اللي كيقريهم في لي زيكول باش يكون واقعي بحال سبرينغ كيتقراش بزاف في لي زيكول وغالي الثمن ديالو باش دير فيه فورماسيون وكذلك الاندرويد. فبالنسبه للطبقه الاولى اللي فيها الناس مساكن على قد الحال الدروش كما كنا حتى حنا بالبدايه ديالنا كتفكر في لنا فهادو غنشدوهم وغنترينيو بهم مزيان بادي بيلدينغ باش في نهايه المطاف خصنا نلقاو ناس صحاح وحش. كتعرف الاخوه المصريين كيقولك وحش هذا هو الهدف. وليني في العلم بطبيعه الحال ماشي في التفرج يا خوتي.
قلت الهدف من هاد الدورات كاملين هو شنو هو؟ هو كل دورة، هذا دابا لوبجيكتيف، كل دورة من هاد الدورات خصني تاخد فيها حرفة، تاخد فيها اميتي. فوالا، ما كنقصدش بها النجارة بالضبط، وانما تاميتي خصني تخرج تاكل بها الطرف بالخبز. هذا واحد. تاني حاجة تكون قادر على الابداع، هذه جوج. تالت حاجة تقدر تفيد الناس، الكوميونيتي ديالك اللي في الويب، المغاربة العرب كامل، الناس كاملين، وتكون عضو فعال، عضو ايجابي، انت كتستفد وكتفيد معك الناس، والله يجعلها في ميزان الحسنات. هذا هو الكي لو برانسيب اللي غنتبازو عليه في هاد الدورات اللي غندير دابا انايا. هو غندير لو سيستيم دي كلاس، لي كلاس روم. شنو معنيتو هاد لي كلاس؟ فالاخوان كنعرفو حنا لي فيور هما ناس كتختلف انواع ديالهم، كي اللي غيجيو غيتفرج الفيديو الله يجازي بخير، مزيان. كاين الناس اللي كيجي وكيتفرج الفيديو كيكومونتي، كاين الناس اللي كيصح ليك بوركوا با، شي حاجه انت ما شفتهاش هو شافها كيرد ليها البال كيديرها لك في كومونتير، ما كاين حتى شي مشكل، الكمال لله. كاين الاخوان اللي كيسول على شي حاجه ما فهمهاش، ولا يقدر يسول شي حاجه ما خدمت ليش. دونك هاد الناس اللي كيتفاعلوا، الناس اللي كيديروا لي تابي عندهم، كيخدموا وكيبذلوا مجهود اكثر اكثر، فحنا كنعاونهم اكثر واكثر. فلهذا الناس العاديين اللي ديال لي فيو وكيستافد وكيمشي، فالله يجزاه بخير، هو مشكور. فالناس اللي كيبغيو يشتغلوا باغيين يقراو وكيديروا لي تابي وكيتفاعلوا وكيسولوا والفيدباك ديالهم ديما اكتيف، غنحاولوا نعطيوهم اكثر، لان هذوك الناس عندهم رغبه اكثر، وبالتالي حنا غنساعدوهم اكثر فاكثر، والمستويات ديال المساعده فغادي تبقى وكتطلع. فهذه كتجربة أولى غنبداو عادي، ولأني مع الوقت غادي نتطوروا في النظام ديالنا، لأن بغينا ندوزو المرحلة ديال لي فيديو كونفيرنس، بغينا نديرو الهانغ أوت مثلا كوم الكبارياتنا، لقاءات مباشرة، علاش لا، نتبادلو لي كود سورس، اللي عندو لي بوك نحلو ليه المشكل، إلى آخره. دونك فبغيت هاد لا كلاس اللي غنعزلوهم من الناس لي زيتيليزاتور اللي هما اللي هما كما كنقول اكتيف، والناس اللي عندهم ابداع اكثر نعطيهم اكثر، الناس اللي كيجتهدوا اكثر نعطيهم اكثر. هذه الفكره، على قد الاجتهاد على قد المشاركه، غادي يكون الاجتهاد من الجانب ديالنا ومن ناحيتنا حنا. والحقيقه جو في بارطاجي واحد لو بيتي سكري، هو ما كرهتش واحد المجموعه ديال المطورين، في نهايه المطاف لقى واحد المجموعه ديال المطورين متميزين. ها شنو بغينا؟ واحد لا ليغ ديال المطورين دي بروغرامور يكونوا متميزين، فاش في البي اتش بي، في سي بلس بلس، جافا، بيتون، اندرويد، لي زوتر لونغاج، في الريزو ما كرهناش. اون ايكيب تكون نيت، اي بوركوا با ديفلوبي هاد لو بروجي دو فورماسيون، يدخل لا براتيك، العالم الواقعي. فهذا حلم وكنبارطاجيه معكم، وكنتمناوه كامل يتحقق، ومسيرة طويلة والله يقدرنا عليها ان شاء الله. غادي نمشيو هاد الطريق كاملين، فمسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، وان شاء الله ما نخليو حتى شي واحد، واخا تكون عندنا ارسان كنهزوه معانا وغادي نمشيو كاملين، اللهم يسر. الدورات ديال اللي هضرنا عليها، فغادي يجيكم واحد الاحساس، فمن بعد ما تسالي دورة جافا ولا ديال سبرينغ ولا ديال اندرويد، غاتبقى واحد الاحساس ديال النشوة، ديال الارتياح، ديال الرضا عن النفس. هاد الاحساس ما كيجيش من فراغ، فاحنا كلنا مرينا به، غادي نوريه لكم في لقطة فيديو في دقيقة. هذا هو الإحساس دو فيغتي، بالرضا عن النفس، وكتحس براسك ليه. مكنتيش كتفهم في جافا وليتي كتعرف في جافا، مكنتيش كتفهم في الأندرويد وليتي كتعرف في الأندرويد، فهنيئا لك، هنيئا لك. وكما قالوا الإخوة المصريين، سبسكرايب، شير، ولايك، والله يوفقنا إن شاء الله باش نكونوا كلنا متميزين ومبدعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.